السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أصدقاء متابعين القناة. لو لسه بتشوفوا القناة بتاعت الأول مرة فضل وليس أمر، اعمل لايك للفيديو وامشترك للقناة عشان يوصلكم أسعار الدواجن يومية، جملة في المزرعة وقطعها في المحلات. النهاردة في ارتفاع قوي جدا في أسعار الطيور كلها عشان مش لاقيين فراخ في السوق. لو لقيتوا فراخ في السوق، الفراخ الحجم صغير، الفراخ التعبان شكلها وحش معنى أصح. كل يوم في ارتفاع في اسعار الطيور، الفراخ كل يوم بتغلى هي واللحمه. امتى الحاجات دي هتنزل يا جماعه؟ اسعار الفراخ هتنزل في نص رمضان، دلوقتي الحاجات هتغلى اكتر من الاول. بصراحه كتر خير المستهلك، والله العظيم كتر خير فعلا المستهلك. الفقير مش هيعرف ياكل اي حاجه، هياكل شويه تراب، الغني بس هياكل الفراخ واللحمه. حسب الله ونعم الوكيل، ربنا يعدي الايام دي على خير. وزي ما انا قلت لكم الفراخ كلها يا جماعه رافعه، وبرده طبق البيض البلدي رافع النهارده. طبق البيض من داخل المزرعه 115 جنيه، مش خراب بيوت ده؟ يعني من الاخر مفيش حد هياكل بيض تاني ولا هياكل فراخ ولا لحمه. يلا نسمي الله واعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك للقناه، واقول لكم اسعار الدواجن يوم الاثنين 13/2/2023 وليكم الاسعار. النهارده في ارتفاع جنوني في سعر كيلو الفراخ الساسو. للاسف الشديد تنفيذ كيلو الفراخ الساسو من داخل المزرعه 95 جنيه، بيتباع في المحلات ب 105. تنفيذ كيلو الفراخ البيضة من داخل المزرعه 75 جنيه، بيتباع في المحلات على 85 جنيه. تنفيذ كيلو الفراخ البلد الحر البلد المشاعر تنفيذه من داخل المزرعه 100 جنيه، بيتباع في المحلات ب 110. تنفيذ كيلو الفراخ الرز والفيومي 95 جنيه، بيتباع في المحلات ب 105. تنفيذ كيلو الرومي الأسود من داخل المزرعة بخمسة وتسعين جنيه، بيتباع في المحلات بمية وعشرة. والله العظيم داخلين على أيام ما يعلم بها غير ربنا، كل حاجة نار، استغفر الله العظيم. يعني تنفيذ كيلو الرومي الأبيض من داخل المزرعة بخمسة وتمانين جنيه، بيتباع في المحلات على خمسة وتسعين جنيه. تنفيذ كيلو البط المسكوفي والبط السوداني والبط البلدي نفس السعر، تنفيذه من داخل المزرعة تسعين جنيه، بيتباع في المحلات بمية ومية وخمسة. تنفيذ كيلو البط المرة بتمانين جنيه، بيتباع في المحلات على تسعين جنيه. تنفيذ كيلو البط البكيني أو الفرنساوي تنفيذه من داخل المزرعة بتلاتة وسبعين جنيه، بيتباع في المحلات بتمانين جنيه. تنفيذ كيلو الأرنب سبعين جنيه، بيتباع في المحلات بتمانين جنيه. أما بالنسبة للحمام البلدي بيبدأ من خمسة وتمانين لغاية تسعين جنيه على حسب نوع الحمام. سعر طبق البيض البلدي من داخل المزرعة بمية وخمستاشر جنيه، بيتباع في المحلات على 130 جنيه. طبق البيض الأحمر بيطلع من المزرعة على 108، بيتباع في المحلات على 115. طبق البيض الأبيض بيطلع من المزرعة على 105، بيتباع للمستهلك 112 جنيه. فضل وليس أمر، ادعمونا باللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.